السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. موضوع اللي اخترته الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لماذا ومتى؟ يمكن الجواب السؤال لماذا الشراكة ما بين القطاعين الخاص وهو جواب قد تكون إجابته بديهية ومعلوم مسبقا لمعظمنا، بس خلنا نستعرض بشكل عام وسريع أهم فوائد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص حسب تقارير البنك الدولي. أنا الحين بس دقيقة بس بضيف على بحط السلايدز على البرزنتيشن. الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من أهم مزاياها تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، نخلي فرصة للقطاع الخاص أنه يساهم في تمويل بعض المشاريع. عندنا طبعا الميزة الثانية استقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء من رؤوس أموال أو تمويلات. عندنا إمكانية تنفيذ المشاريع على أحدث المعايير العالمية النظم التكنولوجي، يعني في بعض المشاريع الحكومية ما ممكن نعتقد أن تنفذ على مواصفات تكنولوجية حديثة، فيكون في فرصة للدخول القطاع الخاص لتنفيذها. بعض المشاريع تكون فيها مخاطر عالية من ناحية تقدير التكلفة، تكلفة الإنشاء، فإذا احنا ما عطينا الفرصة للقطاع الخاص في الدخول وإنجاز إنشاء هذه المشاريع راح تكون حمينا القطاع الحكومي من مخاطر تأخر إنجاز المشاريع وزيادة تكلفتها أو أوامر تغييرية وما إلى ذلك. طبعاً الفائدة المعروفة اللي هي تعجيل الدورة الاقتصادية للدولة عن طريق فتح المجال القطاع الخاص، مشاركة بالتطوير وتوطين رؤوس الأموال. هذه بشكل سريع وعام، لكن السؤال خلونا ندقق على المشاريع أكثر، وخاصة مدى مدى معالمتها إلى الوضع عندنا في دولة الكويت. لعمل ذلك نحتاج نصنف المشاريع إلى نوعين من حيث التدفقات النقدية. في مشاريع اللي هي إيراداتها، مشروع إيراداتها مرتبطة بالتزامات مالية سواء مباشرة أو غير مباشرة على الدولة، وفي مشاريع إيراداتها غير مرتبطة بتاتاً بميزانية الدولة، وتتعرض هذه النوعية من المشاريع إلى مخاطر السوق من عوامل العرض والطلب. نأخذ أمثلة حية عندنا في دولة الكويت. عندنا طبعاً مشروع الشراكة لإنتاج الطاقة الكهربائية المشهور، وهو المشروع الأول اللي أنجز تحت قانون الشراكة 116 لسنة 2014، مشروع شركة شمال الزور. عندنا مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي سواء المشروع القديم في محطة الصليبية أو المشروع الجاري إنجازه في محطة شب. عندنا طبعا شركة الضمان الصحي، وكذلك بعض المشاريع مثل مشروع معالجة معالجة النفايات الصلبة في منطقة شب، وكذلك إنتاج الطاقة إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. جميع هذه المشاريع لا يمكن إنجازها أو تنفيذها بدون نوع من أنواع الدعم الحكومي، أو يكون لها إيراداتها جاية بشكل مباشر أو غير مباشر من أطراف حكومية عن طريق طبعاً شراء مخرجات المشروع من خدمات أو من مياه أو من كهرباء. التصنيف الثاني لنوعية المشاريع اللي تكون إيراداتها غير مرتبطة بالدولة، هذه مشاريع تتعرض بشكل كامل لمخاطر الأسواق، يعني لا هذه لا ليس لها أي نوع من أنواع الارتباط في بميزانية الدولة. طبعاً بالبداية معروف المشروع القديم اللي هو تطوير الساحل منطقة شرق في العاصمة. عندنا المشروع الأكبر اللي هو مدينة الشيخ صباح الأحمد البحرية لؤلؤة الخيران. عندنا مشروع تطوير حديقة السالمية. عندنا مشروع المدينة الاقتصادية في العبدلي تحت التخطيط. عندنا كذلك المشروع اللي سبق انطرح وسحب اللي هو مشروع إنشاء المدن العمالية، وكذلك المشروع اللي طرح من قبل مؤسسة الرعاية السكنية تطوير مجمع تجاري وأبراج سكنية واستثمارية في منطقة جابر الأحمد السكنية. هذه النوعية من المشاريع هذه تتعرض لمعامل
لعوامل الأسواق من عرض وطلب، وما عليها أي نوع من أنواع التكلفة على ميزانية الدولة. فالحين إحنا صنفنا المشاريع حسب إيراداتها، في إيرادات مرتبطة بميزانية الدولة، في إيرادات غير مرتبطة بميزانية الدولة. قبل البدء في اعتماد أي نوع من أنواع المشاريع، لازم في اعتبارات معينة لازم نحاول نفهمها، اللي هي متعلقة بوضع دولة الكويت. عندنا في دولة الكويت ولله الحمد إلى الآن، وعلى الظروف يعني، وبالرغم من الظروف اللي مرت سواء من هبوط أسعار النفط، إلى الآن الوضع الائتماني، وضع المالية العامة للدولة مليء، ولا تشكل نسبة ديون السيادية إلا جزء بسيط. هذا يعطي قدرة كبيرة للدولة، لدولة الكويت، للذهاب إلى أسواق الدين العالمية والاقتراض بمبالغ ضخمة وأسعار زهيدة، بدون لا يتم أو تنعكس بتأثير سلبي على وضع الدولة الائتماني. وكذلك في الوقت نفسه في مسألة مهمة يجب علينا جميعا أن نأخذها بالاعتبار، اللي هي صعوبة استقطاب استثمارات خارجية لتمويل مشاريع تتعلق بالبنية التحتية. أنا قاعد أتكلم على مدن اقتصادية، المدن الاقتصادية بعض المشاريع هذه تكون إيراداتها مرتبطة مثلا بإنتاج وتصدير إلى دول أخرى. نتكلم على تطوير لبنية تحتية داخل الكويت، هذه النوعية من المشاريع ما بيكون متشائم وأقول مستحيل، بس من شبه المستحيل إنجازها بدون أي نوع من أنواع الارتباط والدعم الحكومي، إيراداتها تكون متعلقة بمدخلات أو مبالغ معينة تدفع من جهات الدولة. لذلك الرسم البياني هذا يوضح عندنا العوائد حاليا على سندات دول الخليج. احنا قاعد نشوف يعني مثلا في دولة الكويت اذا ما اقترضت الى فترة تتجاوز او توصل الى 30 سنة، العائد او تكلفة الاقتراض ما تتجاوز 3.5%. يعني مثال الاسبوع الماضي المملكة العربية السعودية اقترضت لمدة 30 سنة ودفعت 3.36. فتكلفة الاقتراض جدا زهيدة، يعني احنا هذا طبعا نتكلم على هامش الربح، بغض النظر حتى لو ارتفعت اسعار الفائدة بالمستقبل، يبقى هامش الربح او هامش الفائدة اللي تدفعها دولة الكويت فيما اذا احتاجت للاقتراض اقل بكثير من اذا ما ذهبت شركة المشروع للاقتراض. الرسم هذا يوضح معدل الديون السيادية المباشرة للناتج المحلي، وواضح من الرسم يعني إيش كثر في مجال لدولة الكويت الذهاب إلى أسواق الدين العالمي والاقتراض. فقط للتوضيح، هذه ما هي دعوة للاقتراض والتوسع الاقتراض من الأسواق الدين العالمية، هذه فقط على أساس نحاول إذا ما درسنا أي مشروع حل يجب علينا أن ننجزه تحت هيكلة الـ PPP، أم يكون بـ EPC أوامر مباشرة من الدولة. هني راح نوضح أن لا زال لدى دولة الكويت مجال كبير للاقتراض وتكلفة قليلة جدا. ندخل في تفصيل أكثر على أساس توضح ويانا الفكرة. عندنا مثال من أحد الأمثلة المشاريع الضخمة اللي سبق أو الكل للأسف يعني كان ناطر إنجازها، مشروع مثلا إنجاز المترو. هو طبعا مشروع ضخم ويشكل إذا ما أنجز طفرة ونقلة نوعية في مستوى البنية التحتية لدولة الكويت. بس هل هذا فعلا مشروع يعني من المجدي ان يتم طرحه كهيكله تحت هيكله الشراكه؟ يعني بالقياس عندنا مثلا مشروع سكه القطار، عندنا مثلا مشروع المشاريع الضخمه للبنيه التحتيه، مثلا نفكر فيها لو كان مثلا جسر جابر انجز عن طريق الشراكه، او حتى مثلا بعض المشاريع مثل مشروع المطار تيرمينال 2. هل هذه النوعيه من المشاريع الضخمه هل من المجدي انجازها عن طريق هيكله الشراكه؟ هني مثل المشاريع هذه يعني بشكل سريع بدون لا ندخل في التفاصيل، هذه مشاريع تتطلب
أو لها طبيعة خاصة، يعني فيها مخاطر كبيرة، مخاطر إنجاز، تأخر مشاريع، تأخر الإنجاز، زيادة بالتكلفة في أمور هندسية معقدة. عندنا العائد المطلوب للمستثمرين، يعني العائد المطلوب ساعات في بعض المشاريع هذه ما يقل عن 10% أو 12%. مع ذلك، والأهم من الناحية الائتمانية، يعني أنا أتكلم الحين كمصرفي، من المهم جدا أن ندرس التدفقات النقدية للمشروع. هذه المشاريع بنية تحتية تتطلب سنوات إلى الوصول إلى نقطة التعادل ما بين المصاريف التشغيلية والإيرادات. لا يمكن تسويقها أو تمويلها إذا بدون أي نوع من أنواع الدعم الحكومي. يعني هذه أعتقد إذا في مستثمر بيدخل، أعتقد من شبه المستحيل يدخل مع بنوك بدون لا يشوفون نوع من أنواع الدعم الحكومي عن طريق دعم إيرادات المشروع، اللي هي يسمونها الكاباسيتي بيمنت. المشاريع هذه أرباحها قليلة، تحتاج فترة طويلة لإنجازها. نعطي أمثلة سريعة، مثلا مشروع لندن مترو. هذه المشروع يعني طبعا مهم جدا للبنية التحتية، بس بنهاية اليوم يعني الإيرادات أو العائد على حقوق المساهمين شيء بسيط. ننتقل إلى مثال يمكن أوضح. عندنا مشروع، عندنا طوكيو مترو، العائد، معدل العائد خلال 10 سنوات اللي طافت لم يتجاوز 8%. وإذا استبعدنا مثلا سنة 2020 لظروف جائحة كورونا، إحنا قاعد نتكلم على معدل عائد ما يتجاوز 12%. كذلك مترو شنغهاي، العائد، معدل العائد على حقوق المساهمين ما يتجاوز 5.5%. كل هذا يعني النتيجة، أو اللي نحاول نوصله كفكرة، أن المشاريع الضخمة هذه من المستبعد أن يتم تمويلها من بنوك وجهات مصرفية عالمية وبنوك تنموية وصناديق دعم، صناديق دعم صادرات، بدون لا يكون نوع من أنواع الالتزام الحكومي، الالتزام الحكومي للدولة اللي هو يسمونه الكاباسيتي بيمنت. هاي دفعات مقابل توفير الخدمة أو طاقة. في مثال يعني مثلا ندخل بالتفصيل، أعطينا نحاول نوصل للنتيجة عن طريق بعض الفرضيات، بعض الأسامشنز. يعني قلنا إذا مثلا المشروع تم طرحه لمدة 40 سنة، في تم تمويله من قبل القطاع الخاص كمشروع PPP. أنا ما راح أدخل بالتفاصيل نظرا لضيق الوقت، بس ممكن على طول نذهب إلى الاستنتاج النهائي. تكلفة الإنشاء في حالة ما تم إنشاء مثلا مشروع ضخم مثل مشروع المترو قد يكون تكلفته أقل بكثير من إذا ما طرح عن طريق العقد المباشر من الدولة. نعطي فرضا مثلا 20%. هي بشكل طبيعي القطاع الخاص هو القطاع الأكفأ وقطاع الأقدر لإنجاز المشاريع في غالب الوقت إذا ما تم طرحه كمشروع PPP، فبيكون في فعلا في توفير بتكلفة الإنشاء. أي مقاول يتقدم أو يكون عند عقد مع جهة حكومية حاليا، يعني يحط عين الاعتبار تكلفة تمويل المشروع، تكلفة تحصيل الأموال من الجهات الحكومية. يعني عندنا الجدوى، عندنا الدورة المستندية لاستلام دفعات من قبل المقاولين، هذه كلها تزيد تكلفة وقت إذا ما تقدم على عقد إنشاء مباشر. بنفس الوقت عندنا في توفير كبير في تكلفة الاقتراض إذا ما تم اقتراض، يعني دولة الكويت ذهبت إلى أسواق الدين العالمية واقترضت مقارنة بشركة المشروع. بس مع ذلك يبقى تكلفة إنشاء المشروع تحت هيكلة الشراكة أقل من تكلفة الإنشاء المباشر. لكن السؤال، هل فعلا نقدر نسوق مشروع بنية تحتية ضخم بدون لا يكون نوع من أنواع الدعم الحكومي؟
اللي هو الكاباسيتي بيمنت او الدفعات مقابل توفير الخدمه. هذه الدفعات اذا ما اضافت الى تكلفه انشاء المشروع تحت هيكله الشراكه راح تؤدي الى نتيجه التكلفه النهائيه بتكون اكبر واكثر كلفه على الدوله مقارنه بانجاز المشروع عن طريق عقد الانشاء المباشر. هذا الحين ننتقل الى السؤال الثاني، يعني متى نقدر نسوي المشروع كمشروع هيكله شراكه؟ هني نحاول نقسمها أجين إلى مرة ثانية إلى تقسيم حسب التدفقات النقدية. فعندنا في حال المشاريع اللي تدفقاتها النقدية غير معتمدة على أي نوع من أنواع الارتباط الحكومي، يعني ماخذ 100% من عوامل الأسواق مخاطر العرض والطلب، هني ضروري من الضروري أن الحكومة تدعم وتهتم أكثر بطرح المشاريع هذه لها يعني غير لها ما لها تكلفه على الدوله، وبالعكس راح تعجل الحركه الاقتصاديه. لكن في بعض الامور المهمه قبل التسرع في الطرح نحن نحطها بعين الاعتبار، وخاصه بغياب ضريبه الدخل على الشركات. لازم يكون عندنا حرص شديد على مستوى التصميم ورفع المعايير. أنا ما أعطي القطاع الخاص أساس أسوي مشروع نفس قدرات بعض الجهات الحكومية، أنا أدخل القطاع الخاص على أساس يسوي لي نهضة وقفزة في مستوى المنتج النهائي للمشروع. ما يكون في أي نوع من نوع التنازع على مستوى الخدمات والصيانة ما بعد الإنشاء. كذلك التقييم العادل للمشروع قبل الترسية ورفع إيرادات الدولة من رسوم وإيجارات، ومن ثم خلق وفرض الفرص الوظيفية للمواطنين على جميع المستويات الإدارية في شركة المشروع. هذه من الأمور مهمة، فإذا ما طرحت مشاريع إيراداتها غير مرتبطة بدعم الحكومة. أما مشاريع البنية التحتية التي تطرح القطاع الخاص وبارتباط مالي حكومي، هني لازم نركز على سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل. أنا ما أعطي قطاع خاص ينجز لي محطة كهرباء إذا كانت تكلفة الحكومة 30 فلس أخليه لي ينجز إياها 28 فلس. ما سويت شيء بالنهاية. الفلسين هذه قد تكون الفرق ما بين عدد الموظفين الكويتيين في شركة الكهرباء الحكومية أو محطة كهرباء الحكومية وما بين شركة القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء. ففي أمور معينة تحتاج تدرس بعناية وتدقق للمفاضلة ما بين طرح المشروع على القطاع الخاص أو تنفيذه بأوامر مباشرة من عقود حكومية. في الختام، طبعاً عندنا تجارب كثيرة وكبيرة ناجحة للشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، وفي نجاحات كثيرة، وهي طبعاً مشاريع الشراكة قد تكون السر وراء تطور سرعة تطور العديد من الدول. لكن التأني مطلوب ولا تعجل قبل الطرح ولا مماطلة بعد الترسية. ونشكر لكم حسن استماعكم ومشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.